على أرض هذا الصعيد الطيب، شارقة العطاء والثقافة، معلم عمراني يجسد روعة البنيان، رؤية حضارية تضع بصماتها في العقول والقلوب، تحفة معمارية أندلسية الطراز تعكس مرحلة الازدهار وتقترن بمرحلة التمدن التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي أكرم الإنسان فأبدع البنيان. وسيكون لمبنى بلدية الشارقة الجديد الحظوة في أن يكون أحد أبرز مباني البلديات في الشرق وأحد المعالم العمرانية التي تتهافت عليها عدسات المصورين والسياح. يعانق المبنى ميدان الكويت الذي يتميز بمساحته الخضراء الشاسعة، والذي تتوسطه عدة مجسمات تحكي حقبة حضارية من تاريخ الإمارة، كما تم إضافة نصب تذكاري جديد خاص بالبلدية أمام المبنى ليجعل من المكان ساحة تراثية مفتوحة أمام الزوار. يشكل المبنى مع المباني المجاورة له الكرنفالا معماريا تتجلى فيه روعة الهندسة الإسلامية بقبابها الشامخة، ممتزجة مع سحر الهندسة الحديثة. ويتزامن افتتاح المبنى مع تتويج الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية، كما كان شمعة ميلاد مهرجان الأضواء لهذا العام. يجسد هذا الصرح المعماري نموذجاً للإنجازات الاستثنائية والذوق الإبداعي الرفيع لفن العمارة الأندلسية بالإمارة، بما يتحلى به من تفاصيل دقيقة وما يرصعه من درر جمالية متمثلة في أعمدته وقبابه وأقواسه وسقوفه المزركشة على عقود وأعمدة رخامية جميلة، ناهيك عن أروقة الفناءات الداخلية التي تحمل روعة التصميم بدهاليز واسعة وبوابات ضخمة يتوسطها سحر بيان البلاطة الوسطى التي تجسد قلب الطراز الأندلسي مع إكساء الأعمدة بالزخارف النباتية والهندسية، مما يجعله معلما فنيا يستوقف رواد الفن ومتذوقيه، يضاف لسلسلة تحف ومعالم عاصمة الثقافة الإسلامية ذات الصفحات الناضرة والصور الآثرة. ينقسم المبنى إلى جناحين بأربعة طوابق، ويحتوي على 300 غرفة متنوعة الأحجام وبهو واسع للاستقبال، مع شرفات يطل منها منظر المدينة الخلاب. حيث لا تغيب الشمس عنه في الصباح ويتدلى القمر على شرفاته في المساء. للمبنى 6 مداخل، 3 منها أمامية
ومثلها خلفية. تضع دائرة الأشغال العامة بالشارقة لمساتها الأخيرة على الباحة الخارجية للمبنى إذاناً بافتتاحه القريب. ستتهادى في فناء باحة المبنى الخارجية بركة مائية تعلوها نافورة على ارتفاع 3 أمتار وسط فسحة واسعة للجمهور تزينها أزهار البوتونيا بألوانها الحمراء والبيضاء والأرجوانية مع مسطحات خضراء خلابة وأرصفة أنيقة تتميز ببلاط متداخل ومتعدد الألوان، صرح خلاب مزدان بباحات فائقة الجمال. في رحاب الشارقة مشاريع واعدة ترى الأنوار ولا تتوقف، تزرع في حنايا زائريها الدهشة لتنهض بالمجد وتأسر الوجد. دائرة الأشغال العامة بالشارقة، نصبو أن نكون الجهاز العمراني الأمثل.